أعشاب طاردة للغازات من البطن يعد تكون الغازات أمراً طبيعياً خلال عملية الهضم، ولكن تراكم الغازات في الأمعاء وعدم التمكن من إخراجها يمكن أن يسبب الشعور بالألم وعدم الراحة، وقد يحدث ذلك نتيجة الإفراط في تناول الطعام، وابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب، ومضغ العلكة، والتدخين، وتناول بعض الأطعمة التي من الممكن أن تساعد على تكوين الغازات في البطن، لكن يمكن التخلص من الغازات عن طريق تناول بعض أنواع الأعشاب، ونذكر منها واحد النعناع. أظهرت الدراسات أن تناول النعناع أو مكملاته الغذائية يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي كالغازات، ويساعد شرب كوب واحد من منقوع النعناع قبل كل وجبة على الحصول على نتائج أفضل، لكن يجب الحذر من تداخل النعناع مع امتصاص الحديد وعمل بعض الأدوية. اثنان البابونج. يساعد شرب البابونج على التقليل من عسر الهضم والغازات والانتفاخ، كما يساعد شرب البابونج قبل الوجبات على التقليل من الأعراض لدى بعض الأشخاص. ثلاثة الشمر. يمكن أن يساعد مغلي بذور الشمر على تعزيز الهضم واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يقلل ذلك من الغازات والانتفاخ وكذلك التقلصات في المعدة. أربعة بلسم الليمون. يحتوي بلسم الليمون على مادة الأوجينول التي تساعد على التخفيف من الألم والتخفيف من التشنجات العضلية في الجهاز الهضمي، وبالتالي التقليل من تكوين الغازات. أطعمة تسبب الغازات في البطن. يمكن لتغيير بعض العادات الغذائية أن يخفف من تكون الغازات والأعراض المصاحبة لها، لذلك يمكن تجنب أو التقليل من تناول بعض الأطعمة التي تسبب الغازات، ونذكر من هذه الأطعمة الأطعمة عالية المحتوى بالألياف، الأطعمة عالية المحتوى بالدهون، الأطعمة المقلية أو الحارة، المشروبات الغازية، المنتجات منخفضة المحتوى بالكربوهيدرات والخالية من السكر، الفول والعدس، الخضروات الصليبية كالزهرة والبروكلي، الخوخ أو عصير الخوخ، الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى. طرق التخلص من ألم الغازات. تساعد العديد من العلاجات المنزلية على إخراج الغازات المحصورة أو منعها من التراكم في البطن، ومن الطرق الفعالة للتخلص منها ما يأتي: تناول الطعام ببطء، تجنب مضغ العلكة، الإقلاع عن التدخين، عدم تناول المشروبات الكربونية، وضع وسادة دافئة على المعدة، إضافة خل التفاح إلى الماء عند شربه، ممارسة التمارين الرياضية، التنفس بعمق.